بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم الأحد الموافق 23/8/2020 من مجزر البساتين، وبالإشراف على توزيع لحوم صقوق الأضاحي، تم تحميل 15 طن وتوزيعهم على النحو التالي: مديرية أوقاف المنيا 4 طن، مديرية أوقاف بني سويف 4 طن، مديرية أوقاف الفيوم 4 طن، مديرية أوقاف القاهرة 3 طن، مع كل سيارة مفتش عام من ديوان عام الوزارة لتوصيلها إلى صاحب الفضيلة وكيل الوزارة لكل مديرية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سيد خلف محمد، الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمل من البساتين، رايح إدارة الفيوم بأربعة طن لحم من السكوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متوجه الآن إلى إدارة المنيا أربعة طن.